السلام عليكم، ازيكم النهارده؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله نعمل مع بعض اكله كده بسيطه. هي اكله هنديه، معايا هنا مكرونه مسلوقه سباجيتي وسلقاها، يعني مش قصاها، بصوا حطاها كده طويله. معايا نص كوبايه عصير طماطم، وهنا ثلاث طماطمات مقطعاهم حتت صغيره زي ما انتم شايفين، بصل اخضر، بصلايه واحده، هنا نص واحده فلفل الوان مقطعاها برضو حتت كده، هنا بصلتين وسط مقطعاهم، وهوت معايا هنا فلفل اخضر مقطعاه، هنا واحدتين فلفل اخضر، ومعايا 4 معالق صلصه الطماطم، هي موجوده الطريقه بتاعتها في القناه، وهحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وهنا معايا شويه ملح وشويه فلفل اسمر وعليهم شويه زعتر. دلوقتي هبتدي هنقلي نحمر الاول البصل والمكونات دي كلها على النار. يلا بينا. دلوقتي هنحط، انا معايا حله على النار، احط الزيت، بسم الله، واول ما الزيت يسخن معايا هنزل عليه بالبصل. دلوقتي هنزل بالبصل، بسم الله، واللي حابب يا جماعه يحط على الزيت معلقه زبده او معلقه سمنه، نحط عادي هتديها طعم برضو، بس انا مش حابه احط عليها سمنه. هقلب البصله طبعا لحد ما تتحمر وتاخد لون معايا، وبعد كده هنزل بباقي المكونات. وانا المكرونه ديت هعمل جنبيها همبرجر، وطريقته برضو موجوده في القناه، وهحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. دلوقتي هي البصله اتحمرت معايا زي ما انتم شايفين كده، هنزل بباقي المكونات بتاعتي، بسم الله، البصل الاخضر ده نضيف جدا وحلو، وهيدي كمان المكرونه طعم حلو. طماطم، فلفل الالوان، يعني دي وجبة لوحدها جميلة جدا وفيها فوائد كتيرة جدا، الفلفل والطماطم والبصل وكل دوت. بعد كده هحط صلصة الطماطم اللي معايا، بسم الله، يا ريت تجربوا الصلصه ديت، هتعجبكم بجد، النتيجه بتاعتها حلوه. بعد كده هنزل بالعصير الطماطم، بسم الله، انا مش هحطه كله عشان خاطر ما اخليش بس المكرونه بتاعتي تكون فيها صوص كتير، فلو انا قلبته وبعد كده لقيتها احتاجت تاني هضيف لها، لكن لو لقيت الصوص كده حلو وكويس مش هحط باقي الطماطم اللي معايا. هسيب بس المكونات دي كده تاخد غلوه، هحط بقى الملح والفلفل والزعتر، الزعتر ده برده هيدي طعم وريحه حلوه، بسم الله. بعد ما تاخد غلوة معانا هسقط فيها المكرونة. دلوقتي اهوت انا بعد ما الطماطم والخضرة اللي انا حطيتها كلها خدت غلوة اهي معايا زي ما انتم شايفين كده اهو، دلوقتي احط المكرونة، بصوا شكلها، هنحط المكرونة اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقلبها.
اهو نستمر بقى لحد ما يعني المكرونه كلها تتغلف بالصوص اللي هو بتاع الطماطم، وبعد كده هغرفها واحطها في طبق وهقدمها لكم. انا خلصت المكرونه اهوت، وده شكلها، طعمها جميل جدا يعني. انا اول مره اجربها، بس لما دقتها لقيت طعمها حلو ويستاهل. وانا عامله جنبها همبرجر وحط عليه جبنه اللي هي الجبنه الشيدر ديت من فوق الوش كده زي ما انتم شايفين. وان شاء الله الاكله تكون عجبتكم، واتمنى ان انتم تجربوها. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.